بعد النجاح اللي عرفته التجربة ديال المركز المرجعي الرحمة تابع لعملات النواصر، خدات هذه البادرة التنمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المستشفى الدولي محمد السادس ببوسكورة التابع لمؤسسة محمد السادس، وتم افتتاح هذا المركز الثاني المرجعي الثاني ديال ولاد صالح الفائدة ديال الساكنة الهشة. عندنا عدة فحوصات اللي كتقام بالمجان، عدة منها كنذكروا أمراض العيون، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والشرايين، الأمراض الجلدية، المسالك البولية وغيرها. دونك هاد لو سونتر لوبجيكتيف ديالو هو لو ديبيستاج بوكو بلوس ديال الأمراض المتنقلة والحماية على السرطانات الثدي. كيجي هاد المركز المرجعي لفائدة الفئة الهشة ديال ولاد صالح باش يستافدوا من الفحوصات مجانا، وعدة اختصاصات كاينين، وكنمشيو حتى الى استدعى الامر كان هناك استشفاء ولا كان فحوصات تكميلية للمرضى، كنرافقوهم حتى المستشفى الدولي باش نديروا معاهم اللازم. وفي اطار شراكه خاص وعمومي بريفي بوبليك ما بين وزاره الصحه ومؤسسه محمد السادس الانترناسيونال او الكلينيك انترناسيونال دو محمد السادس، قمنا بافتتاح هذا المركز الصحي المرجعي النصر 2 اللي غادي يقدم خدمات صحيه متخصصه للساكنه بولاد صالح فيكتوريا اللي تقريبا اللي غادي يقرب لنا هذه الخدمات اللي تقريبا 60,000 نسمة، وغادي ينقص الأعباء التنقل على المواطنين، وهذا في إطار توسيعة الخدمات الصحية لوزارة الصحة في لا ريجيون في كازا ستات. الدكتور طاهر عبد الحق، طبيب رئيس ديال المركز المرجعي للصحة النصر ولاد صالح، اللي دار شراكة ما بين إقليم نواصر والمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بوسكورة. هذا المركز اللي غادي يشرف على بالنسبة للساكنة ديال هنا ديال ولاد صالح في بعض الاختصاصات من جملتهم طب العيون، طب النساء، أمراض القلب، الأمراض الباطنية، الأمراض ديال الأنف والأنف والحنجرة، والتشخيص المبكر بالنسبة للنساء، الأمراض ديال فم الرحم. وهذا المركز غادي يفتتح الأبواب ديالو عما قريب هذه الأيام القادمة إن شاء الله.